تعددت مواجهات الأهلي وسموحة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز منذ ظهور الأول للفريق السكندري في دوري الأضواء والشهرة موسم 2010-2011. وصلت لقاءات الفريقين إلى 19 مواجهة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 11 مباراة، فرض تعادل نفسه على نتيجة 6 مباريات، 4 مباريات منها بنتيجة التعادل الإيجابي، مباراتين بنتيجة التعادل السلبي، فيما حقق سموحة الفوز في مباراتين. يعد الفوز بنتيجة 4 أهداف مقابل 2 هو الأكبر للأهلي على فريق سموحة في مسابقة الدوري العام، تحقق ذلك في الدور الثاني من موسم 2016-2017. أحرز رباعية الأهلي كل من صالح جمعة 2، أضاف رامي ربيعة ومؤمن زكريا 2 آخرين. نجح لاعب الأهلي في زيارة شباك سموحة في 28 مناسبة، فيما استقبل شباك الأهلي 15 هدفا في مواجهات الفريقين. يعد محمد أبو تريكة نجم الأهلي والكرة المصرية هو صاحب أول الأهداف الحمراء في شباك الفريق السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين بتاريخ 2 ديسمبر 2010، انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما كان رمضان صبحي لاعب الفريق الحالي هو صاحب آخر أهداف الأهلي في مرمى سموحة في مباراة الفريقين بالدور الأول من الموسم الجاري للدوري، انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2 رد. نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة في 8 مواجهات أمام سموحة بالدوري، فيما حافظ سموحة على نظافة شباكه في 4 مباريات، في حين أن حسام عاشور قائد الفريق الحالي هو أكثر اللاعبين مشاركة في مواجهات سموحة بـ11 مباراة.